بمشاركة فاعلة من مختلف القطاعات الأهلية والحكومية، انطلقت في البلاد اليوم فعاليات المؤتمر الأول للشباب للاستثمار في القطاع الصحي تحت شعار تنمية القطاع الصحي بسواعد الشباب. القطاع الصحي يشهد تطورات وتحولات جذرية طالت مختلف النواحي، فإدماج فئة الشباب ضمن الخطة الاستراتيجية التنموية الصحية الشاملة يعد خطوة رائدة للاستفادة من خبراتهم وصقل مهاراتهم. مشاريع التنمية فقط في المشاريع الإنشائية تقدر في أكثر من 1,200,000,000 دينار في إنشاء الأبراج المستشفيات الكبيرة، فرأينا أن يكون هناك دور لهذا للشباب الرائد في صقل مهارتهم في تقديم الخدمة. المؤتمر يضم تحت مظلته جلسات حوارية وورش تدريبية، بالإضافة إلى إطلاق مسابقة المشاريع الصغيرة في القطاع الصحي. هي طبعا خاصة في المجال الصحي فقط، ولكن ليس الطبي فقط، يعني المجال الصحي فقط ولكن ممكن أن يكون خدمات أو ممكن أن يكون طبي، وراح يكون إن شاء الله الجائزة الأولى المركز الأول 5,000 دينار والمركز الثاني 3,000 دينار. إن شاء الله راح نسعد في أن نشوف هذه المشاريع المميزة ونشوف أهميتها وشنو دورها وشلون الأفكار للشباب اللي قاعد يفكرون في شلون يبدأ في مشروع صغير له علاقة في الجانب القطاع الصحي. شراكة حقيقية بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة من أجل صقل مهارات الشباب وإعداد قيادات فاعلة قادرة على المبادرة. احنا دورنا طبعا كشركة استثمارية احنا نستثمر في الكفاءة الشبابية، ان كان عندهم فكرة او في مشروع قائم او في حتى خلينا نقول جانب تطوعي احنا نقدر نتبناه كشركة استثمارية. الوزارة سوف تقوم ببناء ما يقارب 11,000 سرير في خلال 5 سنوات القادمة، وهذا يحتاج الى عدد من الاضافة التكنولوجية في هذا المجال، وبالاضافة زيادة نسبة الطاقات الشبابية. معهد التمريض مشارك في البوث الخاص له للاستعراض للبرامج الموجودة في معهد التمريض، وهذه البرامج تقتصر على برنامج التمريض العام، برنامج التثقيف الصحي، برنامج التعقيم. المؤتمر يقوم على إيجاد علاقة تشاركية تفاعلية بين الشباب ومختلف الجهات لدعم مبادراتهم في المجال الصحي وترجمتها على أرض الواقع. المؤتمر يهدف إلى استثمار الطاقات الشبابية في القطاع الصحي بالإضافة إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم ومواهبهم واحتضان أفكارهم البناءة في مختلف التخصصات الطبية. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.